مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا بكم. وطني الحبيب وهل أحب سواه، وبلادي منار الهدى، ويا بلادي واصلي. أغنيات لا تشيخ في وطن لا يهرم أبدا، فكل شيء بعد التسعين يهرم إلا هذا الوطن الأخضر، يزداد نموا وازدهارا. إلى العناوين. الملك يخاطب العالم: نحن دعاة التعايش والسلام والاعتدال، ويؤكد التزام المملكة بقيادة الجهود لمواجهة كورونا، ويدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه إيران. حياكم الله مشاهدينا الكرام. في اليوم الوطني للمملكة وجه خادم الحرمين الشريفين رسالته للعالم أجمع: نحن دعاة التعايش والسلام والاعتدال. كان ذلك في كلمة ألقاها أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الاتصال المرئي. تطرق فيها إلى محاور كثيرة، ووجه فيها رسائل ثابتة، وبين مواقف كانت ولا تزال راسخة، وذكر فيها بما قدمته المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث قدمت أكثر من 86 مليار دولار استفادت منها 81 دولة. لم تكن كلماته حفظه الله لتتجاوز الجائحة العالمية هذا السنة، خصوصا إذا ما كان بالحسبان أن المملكة العربية السعودية تمسك بزمام الأمور في قيادة مجموعة العشرين هذه السنة. فالعالم اليوم يواجه تحديا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا وآثار الصحية والإنسانية والاقتصادية، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعا لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية. وقد قامت المملكة بوصف رئيس لمجموعة الدول 20 بالتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة في شهر مارس الماضي على مستوى القادة والتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي. وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة. والمملكة مستمرة في دفع جهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة أثارها، كما أن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحداً في هذه الجهود على أساس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قامت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، واستفادت منها 81 دولة. لمناقشة هذه المضامين ينضم معنا الآن في الأستوديو دكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله. وينضم معنا في وقت لاحق في ثنايا هذه الحلقة مجموعة من الأساتذة والكتاب الصحفيين. مشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار في هذا الملف، لكن بعد أن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة.
والعمل بكل جد واجتهاد بإسعادكم وتوفير رحائلكم. ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية. نشكر الله الذي مكننا من مواصلة العمل على بناء بلادنا ودعم رحائلها. الواقع هو اللي ممكن يتكلم عن ما وصلت إليه هذه البلاد من تقدم في جميع المجالات. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ومصلحة وطننا وإنسانه. وعملنا على مواصلة البناء أكمل من سبقونا ملوك هذه البلاد رحمه الله، وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة لمناطق المملكة كافة. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي لوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. حياك الله دكتور عبد الله، ابدا معك بالخطوط العريضه والمضامين الاساسيه في كلمه الملك خادم الحرمين الشريفين، ماذا يمكن ان نقرا فيها؟ مساء الخير محمد لك والمشاهدي القناه الاولى. بدايه انا ارفع اسمى وازكى ايات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو الامير محمد بن سلمان بهذه المناسبه الوطنيه الغاليه، والى ابناء الشعب السعودي. حقيقي أنه هذه اليوم كما يقال المناسبات السعيدة لا تأتي فرادى. مناسبة اليوم الوطني وهي مناسبة غالية علينا ويشاركنا فيها أخواننا العرب والمسلمين في كل مكان، وأيضا مناسبة إطلال المملكة العربية السعودية على للعالم من منطلق قيادتها للعالمين العربي والإسلامي، ومن أيضا قيادة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه لمجموعة الـ20. كان لابد اليوم من مصارحة المجتمع الدولي والأسرة الدولية بأمور كثيرة جدا، يجب أن نضع النقاط على الحروف في المشكلات التي أو المشاكل التي تواجه الأسرة الدولية، من البطالة إلى الفقر إلى الإرهاب إلى المشكلات الصحية إلى المشكلات الأمنية، واقتراح الحلول المناسبة لها. هذا في جانب، وفي جانب آخر أيضا تذكير العالم بمرتكزات السياسة السعودية، التعايش والاعتدال والسلام، وهي مرتكزات قيمة جدا ورائعة في العمل الدولي والعمل الإنساني، ونقطة أيضا في غاية الأهمية وهي أن انطلاق المملكة في مساعدتها للعالم وحيازتها على رقم متقدم جدا من الثلاث الأوائل بتصنيف الأمم المتحدة الداعمين للأمم المتحدة وللجهود الإنسانية، تدعم بصفتها دولة تسعى لخدمة الإنسان أينما كان بعيدا عن أي منطلقات لا سياسية ولا عقدية ولا طائفية ولا عرقية. نعم، أذهب الآن ينضم معي عبر الهاتف الدكتور خالد بن محمد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك بداية وأتحدث عن ما ذكره الدكتور عبد الله في ختام حديثي حول عدم وجود أي دوافع لعطاء المملكة العربية السعودية في هذه المجالات. إذا ما نظرنا مثلا إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن خادم الحرمين الشريفين في كلمة التأسيس قال بأن هدفنا ورسالتنا هو السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائما على البعد الإنساني دون أي دوافع أخرى. ما يتبادر إلى الأذهان أن المملكة العربية السعودية ربما توجه دعمها للدول الصديقة، للدول العربية، لدول العالم الإسلامي فقط، لكن هذا المركز حينما نشاهد الدول التي استفادت منه فإننا نشاهد دولا من كل أنحاء العالم. إذا كانت المملكة العربية السعودية لا ترجو جزاء ولا شكورا من هذا الدعم الذي تقدمه، إذن ما الذي تريده المملكة؟ سؤال وجيه أخي محمد. هناك بلدان تمثل إضافة للبشرية وهناك من يمثلون خسارة لها. السعودية منذ تأسيسها منذ 90 عاما قامت على ثوابت في علاقاتها الدولية تتمثل في التسامح
والاعتدال والتعاون والتعايش مع محيطها المباشر ومع العالم من بعده، تفيد وتستفيد. خلال هذا العمر الطويل لم تتغير المملكة ولم تتبدل. نعم الأقربون أولى بالمعروف، نحن نساعد الجار الشقيق، الدول العربية، الدول الإسلامية، والأرقام تؤكد ذلك. يعني الآن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه موقع للإنترنت، تستطيع أن تدخل إليه وتطلع على مساعدة لكل دولة وما هي نوعية هذه المساعدة منذ عام 1982 إلى اليوم. تستطيع أن ترى التوجهات التنموية والإنسانية في كل المجالات الصحية والعلمية والتعليمية والاقتصادية، فيما نرى أن هناك دول أخرى تركز على مساعدات من نوع مدمر كمساعدات عسكرية لميليشيات أو دول مارقة أو دول فاشلة. نحن نركز على ما يخدم الشعوب وما يفيدها، نشارك في كل الكوارث الطبيعية التي حصلت في العالم في دول حتى دول كبرى. يعني طيب دكتور خالد، والصين. دكتور خالد، امتدادا لهذه النقطة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية في شهر مارس الماضي في قيادتها لمجموعة العشرين لمواجهة هذه الجائحة، حين قدمت 500 مليون دولار. المملكة العربية السعودية تقود مجموعة العشرين في ظرف استثنائي، في عام استثنائي. هل هذا العام الاستثنائي يصعب الدور على المملكة العربية السعودية في قيادة المجموعة، أم أنه فرصة لأن تقول المملكة العربية السعودية كل ما لديها في هذه الظروف؟ والحقيقة أنه فرصة، يعني امتحان كان صعبا، وكانت دول أخرى ربما توقفت عن النشاط أو ربما أجلت الأنشطة إلى عام آخر وتعذرت بالجائحة، لكن المملكة بالعكس، يعني وجدت في هذه الجائحة واجبا عليها وعلى هذه الدول أن ترتقي إلى هذه المهمة الصعبة وأن تقوم بما عليها لتسهيل التواصل الدولي والتركيز على ما هو مهم وتحويل الانتباه إلى التعاون الدولي في مجال محاربة كل ما نما عن هذه الجائحة وقد لا ننتبه له. يعني التركيز كان على البحث عن علاج، البحث عن كمامات، البحث عن مواد صحية، ولكن المملكة انتبهت إلى أمور أكبر وأهم ربما يكون لها امتداد في السنوات القادمة، تأثيرها على العمال، تأثيرها على الوظائف، تأثيرها على المصالح. شكرا لك دكتور خالد. نعم شكرا لك دكتور خالد بطرفي، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة. أعود لك دكتور عبد الله العساف. حديث خادم الحرمين الشريفين كان على نطاق الدولة، ذكر العالم بما قدمته المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، تجاوز 86 مليار دولار. لكن إن جئنا على مستوى المواطنين ومستوى الإنسان العادي، هناك أحد محاور الرؤية المهمة، وطن طموح ومواطنه مسؤول، هناك هدف ومستهدف هو الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. هل نحن قادرون على الوصول إلى هذا الرقم لنكون دولة معطاءة حكومة وشعبا؟ بكل تأكيد، إذا نظرت إلى قيمنا فهي تحث على البذل والعطاء والتطوع، بذل قيمنا الدينية أولا وقيمنا الاجتماعية. نحن مجتمع البذل والعطاء، نحن نتعاون مع الإنسان أينما كان، ومثل ما تفضلت قبل قليل خادم الحرمين الشريفين عندما وضع حجر الأساس أو افتتح مركز الملك سلمان قال ليخدم الإنسان أينما كان. الإنسان السعودي يهب لنجدة الإنسان في كل مكان، ولا ننسى السعوديين الذين ساعدوا في أمريكا وفي كندا وفي غيرها من دول العالم، ناس غرقوا والعالم كان يتفرج عليهم أو الحضور، وبالتالي ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الآخرين. السعودية اليوم لدى وزارة الموارد البشرية بالمناسبة لديها رؤية طموحة جدا في زيادة عدد الجمعيات الخيرية وتفعيل العمل الخيري. نحن بحاجة إلى الحقيقة من يوجه هذا العمل إداريا أو مؤسساتيا، اتجهت إلى هذا المجال اللي هي وزارة الموارد البشرية
ولديها وكالة خاصة بالجمعيات التطوعية. أيضا الرؤية نصت على هذا وهو أحد برامج التحول لهذا العمل، ونحن قادرون، شبابنا وشاباتنا قادرون. انظر في حج العام الماضي أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة كانوا فقط في محيط الحرم، منهم من عمل في الخدمات الإسعافية ومنهم من عدم في خدمات الإرشاد وغيرها، ناهيك عن العاملين في المشاعر المقدسة. طيب، هذا أحد المستهدفات في رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الرؤية كثيرة في محاور عديدة. وزير المالية معالي الوزير محمد الجدعان كان يتحدث في اليورو ماني بأن مستوى الناتج المحلي لبعض الدول تراجع 10 سنوات إلى الوراء من أثر هذه الجائحة. الجائحة شملت العالم كله، أثرت على أسعار النفط، أثرت على اقتصادات العالم كله. هل تعتقد بأن هذه الجائحة وهذه السنة ستؤثر على مسيرتنا في رؤية المملكة 2030؟ السعودية مرت خلال تاريخها بمصاعب اقتصادية كثيرة وتراجع أسعار البترول وأزمات سياسية من خلال العوامل الجيوسياسية المحيطة بنا، ومع ذلك المملكة العربية السعودية كانت قيادتها دائما ما ترسل رسائل بأنها لا يمكن أن تؤثر هذه التراجع. وبالمناسبة خادم الحرمين الشريفين قبل أكثر من عامين عندما وصلت أسعار البترول إلى أسعار أيضا هابطة عن الأسعار السابقة أرسل رسالة للمواطنين بأنه لن تؤثر على البرامج التنموية وسيتم الضخ أو الصرف الحكومي على هذه البرامج. السعودية بالمناسبة لديها رؤية من خلال التجارب والتراكمات السابقة، أصبحت هذه الخبرة هي الحاكم والقائد، لن تثنينا بإذن الله ولن تؤثر علينا، قد نتأثر جزئيا لكن بإذن الله لن تثنينا عن تحقيق الهدف. طيب مشاهدينا الكرام، في سياق حديث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة العربية السعودية تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة مدت أيديها للسلام مع إيران، إلا أنها استمرت بنشر الإرهاب والفوضى، مشددا على ضرورة منع إيران من أعمالها التخريبية ورعايتها للإرهاب حول العالم. تنتهج المملكة في محيط الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في محيطها ودعم الحلول السياسية لنزاعات مكافحة التطرف بأشكاله وصورها الكافة. الحضور الكرام، لقد مدت المملكة أيديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي، ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم الأجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة أنشطة التوسعي وبناء شبكات إرهابية واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات وتراث الشعب الإيراني مشاريع وتوسعي لما ينتج عنها الفوضى والتطرف والطائفية. واستمرار لذلك والنهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة وانتهاك صارخ القوانين الدولية واعتداء على الأمن والسلام الدوليين بشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي أو من إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته لاستهداف المملكة بالصواريخ الباليستية يتجاوز عددها 300 صاروخ أكثر من 400 طائرة بدون طيار في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 و2231.
حياكم مشاهدينا الكرام. ربما يكون ملفتا ما ذكره خادم الحرمين الشريفين في كلمته من أن المملكة العربية السعودية مدت أيادي السلام إلى إيران لسنوات طويلة دون جدوى. هذا المعنى وهذه المضامين لكلمة خادم الحرمين الشريفين نناقشها، لكن بعد أن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ارحب بك مجددا دكتور عبد الله العساف استاذ الاعلام في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. يعني حينما نتامل حديث خادم الحرمين الشريفين كان يقول بان السعوديه مدت ايادي السلام لايران لسنوات طويله. ربما الحاضر في الاذهان الان اننا في مرحله المواجهه مع المشروع الايراني، لكن اذا ما عدنا للوراء كيف كانت تتعامل السعوديه مع النظام الايراني؟ محمد دعني اضع مقارنه، ماذا فعلت بنا إيران ونحن في المقابل ماذا فعلنا؟ إيران صدرت الطائفية، إيران صدرت الإرهاب، إيران صدرت المتفجرات والجماعات الإرهابية إلى المنطقة وتدخلت في شؤوننا الداخلية، في مقابل وأحرقت سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها، في مقابل نحن لم نتدخل في الشأن الإيراني 40 عاما ونحن ننتج خطابا استرضائيا لطهران، في كل قمة خليجية نحن ننادي ونوجه طهران أن تتعامل معنا وفق مقتضيات حسن الجوار ومقتضيات القانون الدولي، ولكنها لا تستجيب. استقبلنا عدد من الرؤساء والإيرانيين، الرئيس محمد خاتمي والرئيس رفسنجاني، بل إنها ذهبنا إلى توقيع معاهدة أمنية معهما، وبالتالي لم يتم اعتمادها ولم يتم تطبيقها وتجاوزتها إيران، وأرسلت لنا متفجرات إلى بيت الله الحرام ولا زالت ترسل إلى المنطقة بالمناسبة عن طريق أدرعها الإرهابية. إيران لديها اليوم مشكلة في نسيجها الاجتماعي، هي تتكون من شعوب غير متمازجة وغير متماسكة، نحن لم نخاطب هذه الشعوب، لم ننقل المعركة إلى الداخل الإيراني، لم نخاطب هذا المزيج الغير متجانس، ومع ذلك احترمنا القانون الدولي، احترمنا قيمنا واحترمنا هذا الجوار ونأينا بأنفسنا، لكننا في ذات الوقت قادرون على الدفاع. إيران بالمناسبة في أحد السنوات أرسلت عدد من الطائرات للمملكة العربية السعودية، واستطاعوا جنود المملكة أو طياريها بإسقاط هذه الطائرات. بالأمس أيضا اعتدت على منشأة نفطية هي قلب العالم النابض، بحمد لله استطاعت السعودية أن تعالج الأزمة وأن تفتح مخازنها. ماذا سيحل بالعالم لو تأثرت بشكل أيضا أكبر من كذا ولم تتعامل المملكة بحسن خبرتها وإدارتها لهذه الأزمة؟ أنا سأعود إلى نقطة استهداف أرامكو، لكن اسمح لي أن أذهب الآن عبر اتصال هاتفي مباشر مع الأستاذ عايد الشمري الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. أهلا وسهلا بك أستاذ عايد. يعني بداية أريد أن أسألك عن نقطة ما قبل أن تتحول العلاقة بين المملكة العربية السعودية وربما دول المنطقة كلها إلى مواجهة مع إيران، أين كانت نقطة التحول التي اضطرت المملكة العربية السعودية لإرجاع يد السلام ومواجهة هذا المشروع إن كان عسكريا أو غير ذلك؟ مساء الخير عليك أستاذي الفاضل وعلى أستاذ المشاهدين وعلى ضيوف الكرام، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والوطن في ازدهار وتنمية وعطاء. بالتأكيد أنه منذ وصول الملالي للنظام عام 1979 كان هناك هدف مباشر وهو تصدير الثورة على دول المنطقة وتحديدا دول الخليج، وكانت السعودية هي هدف مباشر لملالي طهران. مرت المملكة وإيران بمنعطفات كثيرة، سواء في ما حدث في مكة المكرمة، ثم بعدها حاولت المملكة بعدة طرق أن تبدي حسن الجوار، وزار عدة رؤساء إيرانيين السعودية، رفسنجاني ومحمد خاتمي وحتى أحمدي نجاد. السعودية قدمت كل ما تستطيع
ابداء حسن الجوار مع ايران. نعم. قدمنا مساعدات انسانيه في عام 2005، تبرع السعوديين حتى بدمائهم للايرانيين جراء الزلزال الذي ضرب ايران عام 2005. هناك كان هناك مستشفيات ميدانيه للايرانيين. نعم. يعني طيب استاذ عايد، المملكه قدمت الكثير ل لان نعم. يتحول هذا النظام ويتعامل. طيب استاذ عايد بحسن، تفضل استاذ عايد. اسمح لي على المقاطعه، لكن خادم الحرمين الشريفين ذكر صراحه للعالم بان التجارب علمتنا مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للسلم والأمن الدوليين. ماذا تعني هذه الصراحة وماذا تعني هذه النتيجة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين للعالم؟ بالتأكيد يعني خادم الحرمين الشريفين أن عهد المهادنة والمجاملة على حساب واستقرار المنطقة انتهى. يجب أن يتعامل العالم كله مع إيران على أنها دولة إرهابية تصدر المشاكل للمنطقة، ونحن لدينا رؤية وتنمية ونريد أن نتقدم للمستقبل. وبالتالي المملكة العربية السعودية منذ وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يعني قطعت دابر إيران سواء في اليمن وتعاملت معها بشكل حازم سواء في لبنان أو في غيرها، وأرادت أن تقول لإيران كفى، إما أن تعودي دولة طبيعية جارة نتعامل معك مثل دول العالم وتحتاربين القناة الدولية، أو ستبقينك كما أنت نعمل مع أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين للضغط عليك أكثر. أما مسألة أن نعود ونصافح ونجامل طيلة السنين الماضية ونستقبل الإيرانيين بدون أي نتيجة فهذا العمل انتهى. طيب أستاذ عايد، يعني إيران قدمت نموذجا واضحا وجليا في الفترة الأخيرة حينما حاولت اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس، حينما أرادت اغتيال دبلوماسية بالمقابل أو انتقاما للعملية التي تم التخلص فيها من القائد العسكري قاسم سليماني. إذن بالحديث عن الدبلوماسية، إيران واضح تماما أنها تتخذ دبلوماسية الاغتيالات السياسية. لا أعرف إلى أي عصر تنتمي هذه الدبلوماسية، لكن لماذا يختار النظام الإيراني أن يتصرف بهذه الطريقة ويختار هذه الدبلوماسية ويختار هذا الأسلوب رغم أنها أصبحت مكشوفة مع ما نشاهده في عالم اليوم؟ ببساطة لأن هذا النظام لا يعترف بالدبلوماسية ويستخدم السفارات التي فيها دبلوماسيين يحسنون صورة البلد لاغتيال معارضيها، وهناك عشرات، وهذه ليست العملية الأولى وليست المحاولة الأولى، فهناك عشرات العمليات التي نفذها دبلوماسيين إيرانيين ينتمون لسفارات إيرانية واغتالوا عدة معارضين لسواء النظام الإيراني أو لناس تعمل ضد مصالح إيران، وفي فرنسا، في ألمانيا، في النمسا، كلها اغتيالات نفذها دبلوماسيين إيرانيون ببساطة لأن هذا النظام وليس نظام سياسي وإنما نظام ديني يعتمد على مبدأ تصدير الثورة. نحن واهمون لو اعتقدنا أن هذا النظام سيتغير أو سيتحول إلى نظام سياسي يتعامل مع الدول بقوانين دولية. لا، شكرا جزيلا لك. مبني على عقيدة سياسية لابد أن يسقط. شكرا جزيلا لك الأستاذ عايد الشمري الكاتب الصحفي المختص بشأن الإيراني. أعود لك دكتور عبد الله العساف، وأعود إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين من حيث الصراحة. كنت تتحدث في جوابك الأخير أن خادم الحرمين الشريفين قال للعالم أجمع بأن إيران استهدفت أرامكو وبالتالي هي تستهدف الاقتصاد الدولي وتستهدف إمدادات الطاقة في العالم. كيف تخدم هذه الصراحة وهذه المواجهة المجتمع الدولي؟ لعلي في البداية نتحدث عن مكاشفة خادم الحرمين الشريفين للأسرة الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها. في الخطاب الملكي على منصة الأمم المتحدة خادم الحرمين الله يحفظه حدد 4 أمور في غاية الأهمية، اللي هو امتلاك إيران أو سعي إيران لامتلاك الأسلحة أو أسلحة الدمار الشامل، تطوير برنامجها الصاروخي، رعاية المنظمات الإرهابية، والتدخل في شؤون الآخرين. كل هذه الأربعة بالمناسبة هي مرتبطة ارتباط مباشر بما حدث في منشآت النفط السعودية. السعودية هي ضابط إيقاع أسعارها الطاقة. العالم اليوم
يعيش على هذه الطاقة، المصانع تعيش على هذه الطاقة، والاقتصاد العالمي ليس بأفضل حالاته، هناك دورة اقتصادية سالبة يعيشها العالم في هذه المرحلة، فما بالك لو ارتفعت أسعار الطاقة وزادت أسعار التأمين وكلفة الشحن وغيرها، ماذا سيحل بالعالم؟ التباطؤ الاقتصادي سيحل مجددا، الكساد، الانكماش، فقدان الوظائف، زيادة الجريمة. إذن هذا كل الأمور هذه مترابطة. خادم الحرمين عندما أنار اليوم أمام العالم هذه النقطة المهمة جدا، فهو يضعهم أمام مسؤولياتهم، إما أن يقف العالم سدا منيعا ويجفف منابع الإرهاب ويردم هذه البؤرة التي بالمناسبة لا تقل خطورة عن جائحة كورونا، هنا جائحة ومرض وبائي، وهنا أيضا هو مرض وبائي فكري وإرهابي، والعالم يدرك جيدا هذا. ولا تزال محمد، أعطني فرصتي لو سمحت، العالم لا يزال يثمن للمملكة قدرتها ووقوفها بالصف الأمامي لمواجهة هذا الإرهاب، لكن مهما بلغت قوة الدولة، أي دولة لا تستطيع مواجهة الإرهاب. بالمناسبة الرئيس ترامب ثمن للمملكة في أكثر من مناسبة أن المملكة تحمي العالم ولا تحمي فقط المنطقة في اليمن، هذا مهم جدا. لك أن تتصور، فقط تصور لو وضعت إيران يدها على اليمن وبسطت يدها على مضيق، على باب المندب وعلى هرمز، ماذا فعلت بالعالم في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية؟ لا تحتاج سلاح نووي، ستركع العالم، ستضغط على التجارة الدولية، ستأخذ من العالم ما تريد، هي من سيقود العالم إلى ما تريد. طيب إذا ما أردنا الحديث عن هذه الكلمة في هذا التوقيت بالتحديد، خادم الحرمين الشريفين وضع النقاط على الحروف في هذه القضية في وقت يترقب فيه العالم موضوع رفع حظر الأسلحة عن إيران في أكتوبر المقبل، ربما تكون دول المنطقة المتضررة من سلوكيات إيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن. كيف تقرأ هذه القضية خلال الشهرين المقبلة؟ ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث اليوم، هناك توجهات ربما نراها سلبية من خلال رغبة الأسرة الدولية أو بعض الأسرة الدولية برفع الحصار خلال الشهر القادم عن إيران. إذا رفع الحصار عن إيران ستتحول إلى بازار دولي لتسويق الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل. بالمناسبة هذا النظام لا يمكن أن يتنبأ بما يفعل بالأسلحة التقليدية، لم يحسن استخدام السلاح التقليدي وأسقط طائرة ركاب مدنية أوكرانية وقتل جميع من فيها، أطلق 5 صواريخ باتجاه سوريا وكلها سقطت داخل الأراضي الإيرانية. التجارب الفاشلة التي يجريها مناورات في البحر وفي الخليج العربي تثبت أنها فاشلة في السلاح التقليدي، فما بالك إذا امتلكت سلاح غير تقليدي. في ترايا هذه الكلمة لخادم الحرمين الشريفين قال حفظه الله بكل وضوح للعالم أجمع: لن نتهاون في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وعن أمنها الوطني، ولن نتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية. ونؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق كما سنواصل دعم الجهود المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن وفق المبادرة الخليجية مخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22/16. الحضور الكرام، يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحديا رئيسيا يواجه العالم بأسره، وقد نجحنا من خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة تنظيمات متطرفة، ما في ذلك دحر سيطرة تنظيم داعش على الأراضي في العراق وسوريا من خلال جهود التحالف الدولي، كما نجحت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات مهمة لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن.
إذن لم ينسى خادم الحرمين الشريفين في كلمته هذه الحديثة عن أمن واستقلال دول الجوار، وكذلك تحدث أيضا عن الدول العربية التي تعاني، تحدث عن لبنان، تحدث عن ليبيا، تحدث عن معاناة العراق وغيرها من داعش والتنظيمات الإرهابية. نناقش هذه المحاور لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير وأخير في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أعود لك دكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالحديث عن القضية اليمنية. دائما ما يتم التشغيب من الإعلام المعادي ضد المملكة العربية السعودية بأننا في اليمن دعاة حرب. خادم الحرمين الشريفين اليوم يقول بأننا دعونا في التحالف الدولي إلى وقف إطلاق النار، قدمنا مبادرة اتفاق الرياض، وأيضا التاريخ يشهد بأن المملكة العربية السعودية خدمت اللاجئين اليمنيين، قرابة 500,000 لاجئ يمني في السعودية، أكثر من 200,000 طالب انضم إلى التعليم المجاني في المملكة العربية السعودية وغيرها. هل تقدم كل هذه المواقف تقدم للعالم بوضوح ما هو موقف المملكة العربية السعودية في الشأن اليمني؟ أنا ربما مرة أخرى تحدثت أنه خادم الحرمين جلى الموقف السعودي بوضوح أمام العالم، قائم على الثلاث مرتكزات: الاعتدال والسلام والتعايش. والمملكة العربية السعودية هي دولة سلام، ولكن عندما تضطر اضطرارا إلى الدفاع عن أمنها كما قال خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، فلن تتأخر في الدفاع عن أمنها. الجميع يدرك مسببات وأسباب هذه الحرب وهذا التحالف العربي الذي تم تشكيله من أجل حماية الوطن العربي وحماية العالم أجمع، حتى لا تتحول اليمن كأرض إلى بؤرة حاضنة للإرهاب، وأيضا لا يتحول باب المندب إلى مضيق أو إلى ممر تخنق من خلاله إيران التجارة العالمية. مرة أخرى السعودية قدمت كل شيء لليمنيين، المساعدات الإنسانية، من الذي يعيق مثل هذه المساعدات؟ من الذي يسرقها؟ من الذي يتلكى في وصولها؟ من الذي كان يتنصل من اتفاقيات ستوكهولم وغيرها من الاتفاقات السابقة التي تحث عليها المملكة وتدعمها؟ من الذي يرفض الاستجابة إلى الدعوات الحوار؟ السعودية في أكثر من مناسبة بالمناسبة وثمنت كثيرا مواقف السعودية في إطلاق النار من جهة واحدة. أذكر في حديثك هذا أيضا المملكة العربية السعودية لديها برنامج، البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وكذلك أيضا في حلقة سابقة دكتور سامر الجطيري المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان لغاية والعمل الإنسانية أكد مرارا وتكرارا بأنه حتى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية نحن نقدم مساعدات لليمنيين هناك. إذن لا يوجد أجندة للمملكة العربية السعودية في اليمن. وأكبر دليل أيضا في صعيد آخر، مبادرة الرياض دعت إلى تأليف الحكومة وتشكيلها من المجلس الانتقال الجنوبي وأيضا من الحكومة الشرعية. أنا أعتقد حتى الحوثي يدرك هذا البعد، وهم يتجهون إلى المملكة العربية السعودية وإلى المستشفيات الميدانية للعلاج فيها، هذه لا تخفى الحوثي. لكن الحوثي اليوم سلم قياده إلى النظام الإيراني، أصبح يأتمر بأمر إيران. النظام الحوثي لو عاد إلى عقله ورشده وصوابه لأصبح فعلا مكونا اجتماعيا مرحبا به من مكونات الشعب اليمني. طيب أذهب الآن إلى الأستاذ محمد الساعد الكاتب الصحفي السياسي الذي ينضم معي الآن عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ محمد وأسألك عن تجديد خادم الحرمين الشريفين الثقة وتجديد الدعم للمبعوث الأممي مارتن جريفيث لحل المسألة اليمنية. استضفت الكثير في هذا البرنامج من المسؤولين اليمنيين وكانوا يبدون استياءهم من أداء المبعوث الأممي في اليمن، لكن خادم الحرمين الشريفين اليوم يؤكد ويجدد أنهم يدعمون ويؤكدون ثقتهم بهذا المبعوث. لماذا المملكة تجدد دعمها للمبعوث؟ المملكة دائما ما يعني تؤيد وتقدر
الجهود الدولية والمنظمات الدولية، وهذا المبعوث لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل المنظمة الدولية المحترمة التي ينتمي إليها، وبالتالي السعودية تعطي دائما الفرص لهذه المنظمات الدولية وتعمل من خلالها. السعودية دولة مؤسسات ودولة تذهب عبر الأبواب ولا تأتي من النوافذ كما تفعل بعض الدول. المملكة تقدر هذه المنظمات الدولية وتعمل من خلالها وتؤكد دائما ثقتها فيها، وبالتالي يجب على هذه المنظمات الدولية أن تبادل الثقة السعودية بالمقابل وتعطيها ما يثمن ويقدر الموقف السعودي. كما تعرف وكما يعرف الجميع، السعودية منخرطة في دعم كل المنظمات الإنسانية وكل المنظمات الاقتصادية والسياسية في العالم، لأنها تعرف أن هذه المنظمات هي في النهاية تصب في مصلحة العمل السياسي الدولي وفي مصلحة العمل الأمني والاقتصادي. والمملكة لا تتخلى عن هذه المنظمات وإنما تعمل من خلالها، ونتمنى على هذه المنظمات أن تقابل هذه الثقة السعودية. نعم. يعني أن تعمل ضمن إطار العدل والمساواة والثقة التي تقدمها المملكة. نعم أستاذ محمد، يعني بالحديث عن دعم هذه المنظمات والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمجهودات الدولية للنهوض باستقرار الدول المنطقة، كان هناك حديث لخادم الحرمين الشريفين عن القضية اللبنانية، كان يقول خادم الحرمين أننا نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني في كل الكوارث التي يتعرض لها. حين نستذكر مؤتمر المانحين الذي دعا إليه ماكرون قبل مدة، المملكة العربية السعودية لم تقدم دعما ماليا في هذه اللحظة. إذن المملكة لم تقدم الدعم المالي للشعب اللبناني لكنها تؤكد وقوفها مع الشعب اللبناني، كيف يمكن أن نفهم سياق هذين الموقفين؟ طبعا هناك عناوين رئيسية الحقيقة للكلمة الثمينة التي قالها خادم الحرمين الشريفين، وأنا أعتقد كمراقب وبصدق واحدة من أهم الكلمات التي قيلت في منبر دولي، تضمنت الحقيقة رسائل سياسية في غاية الأهمية وفي غاية العمق وفي غاية الذكاء. كلمة ثقيلة بوزن المملكة وبوزن قائد مثل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ليس هناك تناقض في المواقف السعودية. السعودية تدعم دائما المؤسسات، مؤسسات الدول ولا تدعم الأفراد، وإذا اهتزت الثقة في مؤسسات الدول فإن المملكة مثلها مثل غيرها من الدول تتحفظ في دعم مؤسسات مختطفة. والمؤسسة السياسية في لبنان هي مختطفة للأسف من حزب الله عمالة لإيران، وبالتالي فإن أي دعم سعودي لهذه الحكومة هو في النهاية يذهب لمصلحة هذا الاختطاف. ولكن على الأرض مؤسسة الملك سلمان دعمت الشعب اللبناني بشكل مباشر، واستطاعت أن تحقق من خلال مبادراتها الإنسانية تغطية كبيرة جدا، خففت من معاناة الشعب اللبناني. والحقيقة أن هذه المجهودات تعبر وتؤكد المواقف السعودية المتضامنة مع الشعوب التي تعاني، السودان، اليمن، وأي مكان في العالم. طيب هناك شكرا جزيلا لك. مبادرات إنسانية سعودية تخفف من أوجاعهم وتخفف من آلامهم. شكرا جزيلا لك. نعم أنا أشكرك على هذه المداخلة، وقتي يضيق. شكرا لك الأستاذ محمد السعد الكاتب الصحفي السياسي. أريد أن أنتقل إلى قضية أخرى. حين التفت خادم الحرمين الشريفين إلى القضية الفلسطينية بدأ حديثه بالقول بأن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي. في أقل من دقيقتين إن سمحت لي، ماذا تعني القضية الفلسطينية بالنسبة للقيادة السعودية؟ القضية الفلسطينية تعني قضية المملكة العربية السعودية الأولى، ونجد المملكة العربية السعودية ما من محفل دولي إلا ورفعت المطالبة بالحق الفلسطيني، دافعت عن الحقوق الفلسطينية، تدعم جميع الاتجاهات. وألمح خادم الحرمين الشريفين، السعودية قدمت أكثر من مبادرة، منها مبادرة فهد للسلام عام 81 والمبادرة العربية عام 2002 التي أصبحت هي النواة. ما تزال المملكة العربية السعودية إلى اليوم تنادي بهذه المبادرة وتفعيلها وتطبيق وتفعيل الحق الفلسطيني، وتضع يدها في يد الوسيط الأمريكي للمضي قدما في تحقيق السلام. نعم الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا في هذه الحلقة.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم 90 من ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية. نرجو لكم يوما هنيا وأعواما سعيدة ومديدة. ابقوا في أمان الله.